أنا كتير اللي هو سؤال من شقين. الشق الأول بالنسبة لموضوع المواد الغذائية ومياه الشرب اللي بدهم يخزنوها، وهم مش قدرتهم يخزنوا يا دوب انهم يقدروا يجيبوا قوتهم اليومي. والشق الثاني من السؤال اللي عم نواجهه كثير، شق نعم بنسى هلا بعد ما اجي بكره ولا بنسى. خلينا في هذا الشق. طيب اخوان، لانه يعني السؤال بعيد السؤال عشان المشاهدين يسمعوا. بيحكي ابو قيس، اخونا ابو قيس، على فكره يعني اخونا ابو قيس هو احد المشرفين في المجموعات تبعتنا، بقول انه كثير من الاسئله التي تاتي على المجموعات تسال انه في بعض الناس، لما احنا تكلمنا في رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام واللي طالب فيها المهدي، انه هو يطالب الناس ببدء او بالبدء في تخزين الطعام والماء. فبيسال بقول انه في كثير ناس شو بتقول انا ما عندي قدره لتخزين قوت يومين ثلاثه لقدام، فما بالك لما اخزن قوت سنه وهذا القوت يكون صالح لثلاث سنين. اول شيء نبين الفرق بين سنه وثلاث سنين. لما احنا كتبنا انه يكون صالح لثلاث سنين يعني بصمد لثلاث سنين، او في العربي بنقول تاريخ صلاحيته لثلاث سنين، في الانجليزي اسمه اكسبايري ديت، يعني تاريخ انتهاء الصلاحيه يكون لثلاث سنين. هذه النوعيه من الطعام اللي بدنا ندور عليه. كل ما كان تاريخ انتهاء الصلاحيه ابعد كل ما كان افضل. فثلاث سنين مش المقصد فيه انك انت بدك تحوش طعام لثلاث سنين، لا، ممكن تحوج طعام لشهر. ولكن شو نوعية الطعام اللي انت خزنته لشهر؟ انه تاريخ صلاحيته بتصمد يمكن لثلاث سنين. لازم نميز ما بين قولنا تاريخ الصلاحية وما بين قولنا مقدار الطعام. اما مقدار الطعام فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني اذا انت قوت يومك كان يوم بيوم، شو بقول لك؟ بقول لك خليك على ما انت نيالك. ليش بقول لك نيالك؟ لأنه إن حرمك سبحانه وتعالى من الرزق أعطاك بدل الرزق الأمن، لن يضرك سبحانه وتعالى في الطعام لأنه ما أعطاك إياه. مين مطالب بالتخزين؟ اللي عنده القدرة. والتخزين بكون إيش؟ أخذ في الأسباب وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام ليس أكثر. أما الصمود من عدم الصمود، والحياة والموت والنفع والضرر كلها بإيد الله سبحانه وتعالى. فإن لم يعطك سبحانه وتعالى القدرة على تخزين الطعام ما راح يضرك في هذا الأمر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أرزاق، وطالما أنت مش قادر على تخزين الطعام لن يضرك سبحانه وتعالى في هذا. عشان هيك بقول إخوان هنيئا للفقير، لأنه سيكون هأمن الناس في هذه الظروف. وبقول الخطر في هذه الظروف على مين؟ على الأغنياء اللي عندها مال. ليش؟ لأنه اللي عنده مال عادة ممكن أنه ما يصدق، وممكن أنه يبخل، ممكن يقول لك مش فارقة عندي لأنه مش مهتم في الموضوع. هلا إذا هو كان عنده القدرة وأجاء الأمر وما نفذ، ممكن يكون الجوع عقابه، ان الله سبحانه وتعالى يعاقبه انه هو يجوعه. اما الفقير التزم من البدايه، اصلا ما في عنده شيء يلتزم فيه ونيته انه هو يلتزم، فشو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يعطيه بهذه النيه. ولا ننسى قلنا اخواني يجري الاجر حيث يحبسك العذر. طالما انك انت نويت فنيه المرء خير من عمله. اللي ما عنده القدره ينوي، شو يقول؟ إن أعطاني الله سبحانه وتعالى سأنفذ أمر الله وأمر الرسول ويكفي. شو الشق الثاني من السؤال؟ الشق الثاني من ماشي برضه يا شيخ في الأسئلة، طريقة التخزين والطاقة. إحنا بدنا نطمنهم بس يسمعوا منا إنه عندنا إخوان عم بيشتغلوا على موضوع الطاقة، وعندنا إخوان عم بيشتغلوا على موضوع تحسين المواد الغذائية والمياه. إن شاء الله خلال أيام راح برضه ننزلها على أبداك وعلى الفيسبوك. الله يجزيك. تمام. الشق الثاني يتكلم عن طريقة تخزين الطعام وعن طريقة صنع الطاقة. طبعا إخواني طريقة تخزين الطعام في لها ناسها، وأهل مكة أدرى بشعابها. يعني مين بنسأل؟
نسأل الناس اللي في عندها مخازن وتقوم بتخزين المواد بأي طريقة وأفضلها إنها بتخزن هاي المناطق الأطعمة. وهون إخواني يعني في إخوان تبرعوا في المجموعات تبعتنا على إنهم يبحثوا في هذا الموضوع ويسووا لنا قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن تخزينها، لأنه في مادة بتصمد أكثر من مادة وتعطي طاقة وفائدة مع إنه حجمها أصغر، ولكن تعطي طاقة أكبر مثلاً على سبيل المثال التمر، العسل، يعني في مواد يعني يخزنها ما بده مساحة كبيرة وبتعطي مقدار كبير من الطاقة. ولا ننسى إخواني جيش العسرة، ارجعوا لجيش العسرة، شو كانت مؤونته جيش العسرة؟ كانت مؤونته حبة تمر لكل جندي في اليوم، هاد مؤونته يعني 30 يوم شو كان؟ 30 حبة تمر تكفي. يعني إذا إحنا بدنا نعيش العسرة يكون جزء مهم من مؤونتنا إيش؟ التمر. بس بدنا نفهم كيفية تخزينه إنه هو يصمد هذه الفترة. هذه بالنسبة للمواد الغذائية، قلنا إنه في مواد يمكن تخزينها. على سبيل المثال إخواني، يعني إذا إحنا بنرجع لأيام الصغار، أنا بتذكر جدتي إيش كانت؟ كانت أكثر إشي تخزنه في البيت اللي هو نقول عنه الكشك، يعني اللبن الجميد. ليش؟ فين محطته؟ تم صامت. عمري ما سمعت إنه لبن الكشك ماله خرب، عمري ما سمعتها. يعني دائما تطول لبن هالكشك وتجيبها المعاكة وتمعك وتسوي الأكل. بناسف كلها من فين؟ من الكشك. هذه كمان إخواني من المواد الواحد ممكن إيش يعتمد عليها، لأنها مادة أساسية وبتصمد فترة طويلة. ففي عندك التمر، في عندك العسل، في عندك لبن الجميد أو الكشك، في فواكه المجففة، الطين، الزبيب، كل شيء اسمه القمح. القمح فيه له طريقته إخواني. يعني أحد الإخوان يعني قال لنا إنه بيشتغلوا في الأفران، يعني يمكن وضع الطحين في مشاتيح ووضع نايلون حواليها وشفط الهواء وإدخال غاز معين حتى نحفظ هذا الطحين. يعني كل شيء شو فيه له، فيه له طريقة، فيه له حل. فإن شاء الله إخواني اللي بيتابعنا راح يتعلم معنا إيش أفضل المواد وأفضل طريقة للتخزين. وبذكركم إخوان مش بس التخزين المهم، الإدارة في التخزين كمان مهمة. يعني إحنا مثلا لما كنا في الجامعة وكنا ندرس في الإدارة كانوا يعلمونا مصطلح إيش اسمه فيفو. فيفو شو معناها؟ First in first out، أو الداخل أولا خارج أولا. فأنت لما تدخل مواد غذائية للمستودع تبعك شو بدك؟ بدك طريقة حكيمة. اشتريت إشي جديد بتدخله في المخزن، شو بتاخد؟ أقدم إشي أنت موجود عندك في المخزن تستهلكه. ليش؟ عشان تضمن إنه اللي موجود عندك في المخزن بصمد أكثر فترة ممكن، بده يكون في عندك حكمة وطريقة في التعامل. هذا بالنسبة للطعام، وإن شاء الله الإخوان في المجموعات يعني بعلموكم كل الطرق في المواد أو نوعية المواد وفي طريقة حفظها إن شاء الله. الشق الثاني إخواني اللي هو الطاقة. بذكركم إخواني إنه يعني من أفضل الطرق البديلة للطاقة هو استخدام الطاقة الشمسية. يعني في عنا خلايا نسميها الخلايا الشمسية، تأخذ الشمس وتحول لك إياها لكهرباء. وفي يعني خلايا شمسية مش شرط تكون كبيرة، يعني مثلا على سبيل المثال في عندك مصباح كهربائي بيعمل بنفس الأسلوب. يعني ممكن تشتري مصباح كهربائي يعمل على الطاقة الشمسية، في النهار تحطه فين؟ في الشمس، وفي الليل شو بتقدر تستخدمه، بصير في عندك طاقة بديلة. في كمان الخلايا الشمسية ممكن تستخدمها في شحن بطاريات. يكون في عندك طريقة انك تجيب بطاريات، هاي الخلايا الشمسية تعبي بطاريات، وبعدين البطاريات شو تسوي؟ تشغل فيها أجهزة. في عندنا إخواني أضوية نسميها الليدات الصغيرة، يعني ما بتستهلك كهرباء. يعني أفضل إشي إخواننا الموجودين في غزة يعني في عندهم خبرة عظيمة جدا في إيش؟ في الإنارة، لأنه الكهرباء تقريبا شبه معدومة عندهم، وبيعتمدوا على تعبئة البطاريات وإنارة البيوت من خلال هذه الليدات. فها كمان إخواني يعني إحنا بنطرح بدائل للطاقة، ممكن تكون عن طريق الشمس، ممكن تكون عن طريق الميكانيكا. يكون في عندك مثلا بسكليت جوا البيت اللي بتسوي فيه الرياضة، بسكليت بس عملية التحرك فيه شو بتأدي؟ بتأدي لتوليد الطاقة، تعبي فيها بطاريات بتستخدمها. هذه كمان طرق بديلة ممكن احنا نستخدمها. بالإضافة يا إخواني يعني في كمان طرق انك انت تصنع الغاز البيتي للطاقة.
يعني احنا بنعرف من ناحية كيماوية تعلمنا في المدارس، بس احنا ما عمرناش جربناها لانه عمرنا ما احتجناها. انا بتذكر بتقدر تجيب الالمنيوم، شارة الالمنيوم او الالمنيوم قطعة اصلصه، وتحطه في ماء ساخن مع مادة الصودا، مادة الصودا رخيصة. بعدين شو تسوي؟ تاخذ، بيبدأ غاز يطلع منه، تاخذ هذا الغاز، ممكن تجيب طفاية على سبيل المثال فيها بربيج، وتحطه قدام الإناء أو حتى بنفس الطفاية، تفتح الطفاية كلها وتحط فيه برادة الألمنيوم مع كم من معلقة سودا، وتحط عليه مي سخنة وتسكر الطفاية، بتصير نفس الطفاية بدل ما تعطيك مادة يعني تطفي، شو بتصير تعطيك؟ تعطيك غاز الميثان أو غاز بتقدر أنت تستخدمه للإنارة، بصير يشتعل زي الغاز تبع الطبخ، وغاز قوي. يعني بكمية ألمنيوم قليلة، معلقتين أو ثلاثة صودا، ممكن تسوي غاز ميثان اللي بيكفي لك البيت شهر زمان في الطبخ. في عندك طرق بديلة. هلا الطرق البديلة احنا ما بنستخدمها ببساطة لأنه في حلول، بس لما تروح الحلول شو بدك ترجع؟ بدك ترجع للطرق البديلة انك انت تفكر فيها عشان تستخدم. وكمان هون اخواني شو بنقول؟ بنقول كمان الاخوان الموجودين في المجموعات يعني مستعدين هم يساعدوكم في هذه الأمور، من ناحية كيف انه احنا نستخدم الطاقة البديلة، كيف انه احنا نستخدم غاز الميثان، وكيف انه احنا نسوي مولدات كهرباء اللي تكون تستغل الكهرباء اكثر ما يمكن. عشان تبقوا عارفين، لما انا احط فيش الكهرباء في الكهرباء واجيب موتور، انا بستغل تقريبا 2 او 3% من الكهرباء اللي جاي في الحيط، والباقي شو بروح؟ بروح حضر. هلا اذا الكهرباء اللي انا اخذتها على مولد كهرباء اني اشحنه، مولد كهرباء صار يبني كهرباء لموتور يتحرك، بعدين انا قمت الفيش، بس انا سويت ربطه انه المولد نفسه يعاود يرجع الطاقه لفين؟ للمولد. بصير استغل اكثر كميه ممكنه من الطاقه، وممكن اوصل اني اقدر استغل 90% من الطاقه اللي انا بستخدمها. يعني بدفعه واحده بدل ما الموتور يشتغل عندي الساعه، شو بصير يشتغل عندي 20 او 30 ساعه. كمان هذه اخواني فيه لها حلول، وانا اليوم حطيت بوست على الفيس، حطيت النموذج المصغر للفكره. يعني اي واحد بيقدر يجيب موتور فولت ونص، موتور 10 فولت، عشان يبني الفكره ويشوفها بعينه. لما تنجح معه شو بيقدر؟ بيقدر يستغل الفكره الاكبر انه يجيب مولد كبير مع موتور صغير، عشان شو يقدر؟ اذا هو بحاجه كهرباء داخل البيت من بطاريه اللي شحنها بايش؟ بالطاقة الشمسية أو بالطرق البديلة، بيصير في عنده حلول إن شاء الله. هذا الشق الثاني. تخزين الأكل في كل الأحوال إخوان، في كل الأحوال، أولا اللي إحنا بنحكي عنه ما راح يضر. يعني لو فرضنا إنه إحنا سويناه وما صار الأسوأ، ما راح يضر، لأن يعني الطعام كل وقت شو بتقدر تستغله. يعني مين فينا بيستغل عن الطعام، يستغني عن الطعام والشراب؟ فاللي انت خزنته بتقدر تستغله وتستفيد منه من جديد. وزي ما حكينا احنا قلنا بتدخل جديد وبتطلع عتيق، يعني ما في مضره. ولكن لو حدث الأسوأ وانت مش مخزن، شو بدك تصير تسوي؟ تقول يا ريت اللي جرى ما كان. انو افضل تخزن طعام ما راح يضرك، ولا لما انت تكون خزن طعام يفيدك؟ انو احنا بناخذ له. وما ننسى اخواني انه هذا الكلام اللي احنا تكلمنا فيه كان بناء على رؤية فيها الرسول وفيها المهدي، فإحنا بنحسبها رؤية حق. ولكن دائما بنقول ومنعيد ومنكرر ومنذكر، لا يترتب على الرؤى أحكام شرعية ولا بأحكام الأحوال. يعني أنا ما بقدر أقول لك والله مفروض عليك غصب عنك لازم تسوي هذا الشيء. هي رسالة، يا ما بتاخدها يا ما بتاخدهاش. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت حر زي ما بدك تسوي. عملية تخزين الطعام يعني احنا نحسب انه الامر ضروري وجدي، وانه هو اشارة انه احنا فعلا في اخر الزمان، وانه المهدي على الابواب، انه راح يظهر، وانه نتيجة ظهوره راح تكتر الملاحم في محاولة قتله وقتل جيشه. وهذه الملاحم اللي راح تكتر احنا نقول حرب. بالضبط، الله يجزيك الخير. وفي الحرب شو نتيجتها؟ انه اول اشي طلع، اول اشي رح ترتفع اسعار الطعام فوق. فانت قبل ما ترتفع اسعار الطعام شو بتكون؟ تكون حضرت حالك. وبعدين رح تقل، يعني يمكن يكون عندك ذهب ما يقبلوش ياخذوا منك الذهب ويعطوك طعام، مزبوط ولا لا؟ يعني بقول لك انا محتاجه للطعام. ف
احنا بنحكي على اشي ما راح يضر ولكن قد ينفع، ولكن دائما شو بنقول والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى.